ندخل شويه في موضوعاتنا يا استاذ خضري. انت رايك في ازمه عبد الله السعيد دي في بيراميدز؟ لا يعني هي ده وصلت لمرحله ان في كلام انه ممكن يمشي في يناير. هي ده هي اللعيبه ما بيبدا او النجم كمان النوبل. انا بقول لك ان بالنسبه لي عبد الله السعيد ده من اعظم اللعيبه اللي جت يعني. لكن ما بيبدا يعني. هنختلف نتفق في مواقف ليه ماشي طبعا لكن لا يمكن حد يختلف مع طبعا القيمه الفنيه طبعًا. من اعظم 100 لعيب في اخر 10 سنين. نختلف ليه؟ هو عامل ايه يا استاذ شبان؟ لا يعني ممكن نختلف مواقف يا سيدي. لا ممكن دي كلها مواقف تقبل. أيوة في نظرك الاختلاف تقبل اختلاف واراء ونتجادل فيها. طيب. لكن لا يمكن انا وانت نتجادل. طيب. هل عبد الله السعيد كان لعيب جامد ولا لا؟ تمام. ده يبقى احنا بنهزر. تمام. لان هو طبعا لعيب. اللي بيحصل ده بقى ايه؟ اللعيب دايما اما تلاقيه ما كانش لازم ترجع للتاريخ بتاعه. ما سمعناش عن اي مشكله عبد الله السعيد. فما يبدا تحصل مشكله يبقى عبد الله السعيد هو السبب. يبقى بيبدا خلاص بيبدا يبطل. اسمع قصدك ما سمعناش عن اي مشكله بين عبد الله والجهاز الفني بيمرنه خالص. فما تحصل دي تحس بقى ان اللعيب بدا ايه مش قادر. بدا عارف بيخترع اي مشاكل. عايز يعني خلاص بيحس ان الدنيا بتبعد بتبعد بتبعد. فخلاص فطبيعي انه بتلاقيه بيعمل يعني كل مشاكل. كل المدربين الخضر اللي جم كان في وفاء معاهم. ما انا بقول كده في بيراميدز. ما انا بقول ده ما يمكن تكيس اللي غلطان اللي سجل يدل له العاده بتاعه. انت بتتكلم في وقت عبد الله السعيد متالق جدا. ما يمكن تكيس جونيور هو اللي معلش عارف يعمل. ايوه بس عبد الله لا عبد الله خاتم الموسم اللي أيوة فات جدا. بس عبد الله السعيد كان احسن لعيب مع زيزو. لا لا ايوه بس عبد الله السعيد مش زي السنه اللي فاتت مش اللي قبل. ده سنه الحياه مش زي اللي قبليها. بس من احسن الناس لسه مجددين له. يا هم مجددين لحمه في 3 سنين. ايوه كابتن. لا اقصد السنه دي اول. ايوه ايوه هو قال بالنسبه لينا أنا شويه أنا بس هو من احسن الناس في بيراميدز. انا بقول من احسن خمس لعيبه في الدوري المصري. لا كابتن عبد الجليل يقصد حتى لو قال لي شويه السنه اللي فاتت برضه احسن اللعيبه هناك يظل نجم الفرقه افضل. هو من جواه بقى بتحس ان ما ساعات برضه انت مش عارف يلعب الكوره مش مطوعه. انت بتغلط عبد الله السعيد في الموقف اكيد طبعا مش تكيس. لا طبعا اكيد. كابتن جليل انت مع الخضري في الرأي؟ لا لا انا بقول لك اصل لو 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 اتمرن مع خمس مدربين بيراميدز في خلال 3 4 سنين مر عليها 7 8 مدربين او 10 كمان. كلهم كانوا بيجي يلعبوا عبد الله. ما كانش في مشكله. ما فيش غير تكيس هو اللي في بروبلم شويه او مشكله شويه مع. فممكن تبقى نصها مع تكيس ونصها مع عبد الله. ما نحملش عبد الله كله. وفي ممكن ما يكونش عارف يعامله كنجم. برضه انت معامله النجم دي عشان تاخد منه احسن حاجه. هو سكالوني ده انا لو شفته ما اعرفوش وهو ماشي يعني ازاي يتعامل مع ميسي. شفت الحضن وبكى وهو بيحضنه. عايز يقول له انت هتعمل لي اسم. فعبد الله لا مش شرط يكون هو اللي غلطان. لازم زي ما حضرتك قلت مهمه قوي في تاريخ الامطار الاخيره بتاعت عبد الله لازم يحللوا 10 على 10 لازم يقعدوا يتكلموا معاه. طب ايمن يعني المواقف اللي زي دي بره يعني اللعيبه السوبر ستارز في الانديه لما يحصل صدام تحصل قصه هل الادارات بتتدخل للتوفيق؟ لا مش للتوفيق طبعا. المدير الفني هو اللي بياخد القرار طبعا. زي إريك تين هاج يعني احنا دلوقتي مش هنبعد بعيد. إريك تين هاج لما مانشستر يونايتد دايما بيتعامل انت بتتعامل بروفيشنال انت دلوقتي والخطا يعني دايما تين هاج مع كريستيانو الاداره بس لكن حتى العقاب يا استاذ محمد كان متصاعد ما كانش من اول مره. احنا دلوقتي عندنا مشكله حصلت مشكله ما بين قفشه مثلا والاهلي. الاهلي قفشه مثلا عايز يمشي اما بيلعبش عايز يمشي عبد الله السعيد يبقى انا امشي. لا الموضوع مش كده. انت الموضوع المفترض يبقى انت عندك انت دلوقتي انت عندك مشكله مع المدير الفني. المفترض القنوات الشرعيه بتاعتك انك انت بتروح المدير الفني بتتكلم معاه. هو بيبقى حقه كمان ان هو يجاوب عليك ان هو يقول لك مثلا دي وجهه نظري فانت بتحترمها وبتبتدي تكمل. انت بتمتنع معترض على الخصم ربع مليون جنيه معترض على الخصم وده لازم لائحه. انت مش ماضي انت في اول السنه بيبقى فيه لائحه عقوبات بتاعتك ديت بيبقى فيها 1 2 3 4 ما دام انت مضيت عليها يبقى انت اقريت باللائحه. فانت مش حاجه الخصم يبقى مش موجود في اللائحه. لو خصم مش يعني موجود في اللائحه في مواقف بيبقى المدير الفني ممكن برضه موقف اللي يسيب الملعب ويروح دي مش موجوده في اي لائحه. ما انت وهيقول لك لو انت عارف انت ده حاجه جديده دي في مع كوبر كان الفيرود بتاع الزمالك باسم مرسي ودفع ثمنها انتهى من لغايه دلوقتي دفع ثمنها غالي. هو اهم مهاجم في مصر ساب الملعب لما اتغير فاكر طبعا مع كوبر طبعا كوبر استبعدها ندمان ندم حياته. بقول لك كوبر راحوا كاس عالم كان هو قفشه خد 250000 كنت هتروح مهاجم مصر في كاس العالم عبد الله في بيراميدز ساب الملعب. ما هو برضه يا استاذ محمد لازم المنطق حصل خلاف مع مصطفى فتحي في وقت اللبس غيره بين الشوطين ساب الماتش ومشي. لا 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 مش كده تعرف دي لا لا لازم ما دي مشكله غرامه
ولازم واقفه، انما مش عرض للبيع في شهر واحد. لا لا انا بكلم هو اللي هو مش هو اللي طلب بيراميدز مش عرض للبيع. بس انا بقول ايه، ربما يشفع لعبد الله برضو انه من اعمده بيراميدز، وان بيراميدز ده من ساعه ما اتعامل هو موجود واسمه طبعا. فانا نفس الاداره حتى لو هتستثني الفكره ان توفق الاوضاع مع عبد الله سعيد بالظبط، والراجل اختياره يلعبه او ما يلعبوش. خصم استاذ محمد مهم، ده مش بس لعبد الله السعيد وتاريخه الكبير، ده مهم لباقي اللعيبه والنشئ اللي طالع. ما ينفعش ان الموقف طبعا لازم يحترم طبعًا. ولازم العقوبه تتنفذ وبعد طبعًا. كده عبد الله ينتظم ويمتثل ويكمل عادي. والحاجات دي مش لازم تبقى مكتوبه في اللائحه اللي بيمضي عليها، اصل في حاجات بتبقى مش لازم اكتب. ده خطا كبير ضخم، خطا اداري، خطا جسيم في حق الفرقه.